الوطنية الأولى، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج ألوان ثقافية. بداية حصتنا لليوم باش ناخذكم فيها إلى ولاية اليانا مع افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان سيركوي بوانتياتر بالمدرسة الابتدائية أولاد بوعافية، باش نتابعوا معنا الأجواء وفرحة الصغيرات بهالتظاهرة الثقافية اللي تعتبر مهمة في ترسيخ مبدأ اللامركزية الثقافية. مصافحتنا الثانية باش تكون مع الملتقى الجهوي للإبداعات الأدبية بالمدارس الإعدادية والمعاهد اللي نظمته المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس تفنيد. هذا الملتقى الوطني يجذر علاقة التلميذ بالكتاب وبالكتابة. مسك الختام باش تكون عودة على فعاليات الدورة التاسعة من مسابقة أقرأ اللي نظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثرا بالمملكة العربية السعودية، باش نكتشفوا مع بعضنا الأجواء وأهم المتوجين والمشاركة التونسية في هذه المسابقة. متابعة طيبة للجميع. تلاميذ المدرسة الابتدائية أولاد بوعافية بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة، كغيرهم من تلاميذ المناطق النائية، يقطعون يوميا مسافات طويلة مشيا على الأقدام للذهاب إلى المدرسة والعودة منها، رحلة شاقة يقومون بها يوميا من أجل طلب العلم. لكن هذه المرة رحلتهم تختلف عن الرحلات السابقة، تحمسهم وفرحتهم اختزلت تلك المسافات الطويلة المتعبة، فهم اليوم متجهين نحو المدرسة وكلهم نشاط وحماس وفرحة، لأنهم على موعد مع حدث خاص انتظروه بفارغ الصبر منذ مدة طويلة وكأنه يوم عيد. فهذا اليوم الموافق ليوم الثلاثاء 22 من أكتوبر 2024 تحتضن مدرستهم أولاد بوعافية من معتمدية كسرى فعاليات افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان سيركوي بوانتياتر. بالنسبة لمدرستنا تأسست سنة 1986 وتأم مجموعة من التلامذة من 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 مناطق معناها مختلفة، إذا كان صح التعبير، يعني ثم معناها ناس وليدات يجونا على مسافات معناها تتراوح بين 5 و3 كيلومترات إلى جانب مجموعة أخرين معناها ربما قراب من الجهة. بالنسبة لنا المدرسة فيها 66 تلميذ وفيها 71 بنت، يعني الجملة 137 تلميذ بين تلميذ وتلميذة. نحس روحنا فرحانين وعلى الإنسان في الحفلة وديما فرحانين، كل عام ماذا بينا تجي حفلة. فزيت الستة بتاع الصباح ونستنى، حضرت روحي من 7 بتاع الصباح افطرت وجيت قعدت استنيت حتى لين جيت. وانت حثونا قالنا مش يشوف هبدوكم على التلفزة وتعملوا مسرحيات وتعملوا جو. عندي برشا نستنى فيها، فزيت الصباح حضرت روحي وجيت وكنت مستنى. فزيت 7 متاع الصباح حضرت روحي ومشط شعري وبقيت معناها فيقة حتىش جت الحفلة. الوليدات من اللي سمعوا الخبر تقريبا حتى الدروس ما عادوش يخمموا فيها، معناها تقريبا معناها أول حاجة يفكروا فيها يعرضك في الطريق، يعرضك في أي بقعة، يكلمك معناها يقول لك الحاجة الوحيدة وقتاش الجماعة ما يجونا وقتاش كذا، إلى أن حل هذا اليوم المبارك إن شاء الله فني للجميع. نشكر نحن بالنسبة لنا نشكر الناس الكل، كل الأطراف المساندة والداعمة لمثل هذه المناسبات. اليوم جيت مرافقة بنتي تقري السنة الثانية، والبيح يعني من يمس العشو هي فارحة بالمهرجين تقول يا ماما ماما وقتيش ماما وقتيش، البارح جبت التجربة شعارها ويتحضر في روحه متحمسة، واليوم ناوي تسب نخرج البر نقول هاني يعني تو ناوي تفتو باش نخرج منها خرجت بالفرحة متاع بنتي اللي فرحانة اليوم باش تتفرهد. هو المهرجان هذا اللي استناو فيه أكثر هم المعلمين والمربين لأنهم عندهم دراج قاعد يصير كل عام، وتلامذك يجي وترى الفرح اللي في وجوههم وأهليهم
باعتبار انهم يراول خاصه الفنانين والممثلين بشكل مباشر، ما عادش كيما يراوهم في التلفزه يراوهم بشكل مباشر. هذاك ينجم يخلي اثر طيب عند التلامذة على الاقل، كان مش الكل على عند بعضهم، يعني كيفاش تخلق بعض الفنانين في المستقبل من الجهات اللي هما بطبيعتهم عندهم حساسيات اخرى، عندهم ثقافه اخرى، عندهم خصوصيه في علاقاتهم، اللي هما بالتالي نجم بعد يطرح لك فكر جمالي جديد ومختلف. المدرسة جلس التلاميذ الذين جاء البعض منهم رفقة أوليائهم لمتابعة عروض الافتتاح، فكانت البداية مع عرض موسيقي لرانيا جديدي التي أمتعتهم بمجموعة من أشهر أغاني الكرتون، رقصوا وغنوا إلى حين انطلاق العرض الثاني مع مسرحية لحم تاتوا إخراج محمد صالح العوادية. عرضان كانا كفيلين ببث الفرحة في نفوسهم ورسم البسمة في محياهم. فرحت كي جيتو، وانا توا فرحانه على الاخر، وعجبتني الحفله فريمون محليها، عجبتني ويعطيكم الصحه يعيشك. مسلك جديد فتحه مركز الفنون الدرامية والرقحية بسليانة مع الدورة الرابعة لمهرجان سيركوي بوانتياتر، ليدخل البهجة وينعش حياة تلاميذ ثماني مدارس ابتدائية بمعتمديات كسرى ومكثر والروحية، لأول مرة تشهد عروضا تنشيطية وموسيقية ومسرحية ورشات فنون وتربصات ثقافية وأنشطة تطوعية لفائدة الطفولة وتجسيدا للامركزية الثقافية. اليوم عندنا مهرجان سيركوي بوانتياتر المسلك المسرحي في دورته الرابعة، اليوم يوم الافتتاح بمدرسة أولاد بوعافية اللي هي تتبع معتمدية كسرى، ويكون يوم الاختتام 25 أكتوبر بمنطقة الحبابسة اللي هي تقريبا قريب إلى ولاية القيروان. مهرجان هذا بالأساس يمشي للطفل، وخاصة المدارس النائية والريفية اللي المادة الثقافية تقريبا ما تصلهاش بشكل منظم أو دائم، يعني حبينا هو تأكيد الشعار أنه اللامركزية الثقافية ينجم يكون مشروع موجود بالفعل مش مجرد شعار يترفع. إعادة الاعتبار للمدرسة باعتبارها هي المؤسسة العمومية خلقت رجال تونس أساتذة وأطباء، كيفاش لهنا تثمين الجهد اللي يقوموا به المعلمين، وأيضا وتذكير أنه الأطفال هذوكم عندهم الحق في المادة الثقافية باش توصلهم، مادة ثقافية وغيره حتى الرياضية، كيفاش خاطر الطفل اليوم هو مستقبل الغد، كيفاش نخمو في رجل الغد من غير ما نخمو فيه بوصول المادة الثقافية، كيفاش نجمو نصنعوه بمؤسسات الثقافة ومؤسسات التربية، هذاك علاش الشراكة الدائمة بيناتنا وبينات مندوبية التربية من أجل ترسيخ أولا الفعل المسرحي في المناطق الداخلية عند المعلمين وعند التلامذة اللي من بعد كيمشوا الإعداديات يلقاهم مؤثرين،
وايضا اني تعرف انه دور الفن هو التذكير بمفهوم المواطنه، بمفهوم الخير والجمال والابتعاد عن العنف وخلق القيم الجيده والجميله. احنا اليوم ينطلق المهرجان سيركوي بوان تياتر بالشراكه مع المركز الفنون الدراميه والركحيه بسليانه. هو في الحقيقه نطبقوا في مبدا تكافؤ الفرص ما بين الوليدات الكل، ما بين اولادنا في الريف اولادنا في المدينه. اليوم كما تشوفوا الفرحه كبيره اللي تغمر كل صغيراتنا، فرحانين شيخين. احنا نحبوا تلميذنا كي يجي المدرسه يحب المدرسه نتاعو، طالما يحب المدرسه نتاعو دونك راه باش يجي ويقرا. هذاك علاش الحياه المدرسيه راهي عندها دور كبير ياسر في مؤسساتنا التربويه. تظاهرة ممتازة ومتميزة، الميزة نتاعها تأتي كونه تستهدف معنا فئات تعوزها الإمكانيات ومحرومة في غياب فضاءات ثقافية معينة. مشكور مركز فنون درامية بالتعاون مع دور ثقافة روحية سليانة مكثر أنه يوصل الفئات كما هكا بتبيعة تحت شراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساعدة مندوبية جهوية شؤون ثقافية بسليانة وبدعم من إدارة فنون المسرحية والركحية، انه يوصل للفئات هذه ويمكنها من حقها من الثقافه ويبعث الفرح والامل للشرائح الاجتماعيه كما هكا. افتتاح بالمدرسة الابتدائية أولاد بوعافية، يأخذ المسلك اتجاه المدرسة الابتدائية الفضول مع عرض فيلبوك لحافظ خليفة. تفرق التلاميذ في اتجاه منازلهم، يحظوهم أمل بأن تتكرر مثل هذه الأحداث الثقافية والعروض الفنية بمدارسهم في السنوات القادمة. ضرب
ذهبت المدارس الإعدادية والمعاهد بصفاقس 2 في 18 من أكتوبر 2024 موعداً مع الملتقى الجهوي للإبداعات الأدبية. الملتقى هو في ظاهره منافسة مدرسية للحصول على مقعد في لقاء وطني يجمع أقلاماً واعدة في الأدب شعراً ونثراً، وفي باطنه مشروع ثقافي يجذر علاقة التلميذ بالكتاب وبالكتابة، تتلاقح فيه زبدة تجارب تلمذية مع مؤطريهم أساتذة أدباء لتلقي التظاهرة بفوائدها على المدرسة والأجيال اللاحقة. اليوم في صفاقس نحتفي ككل سنة بالملتقى الجهوي للإبداعات الأدبية، وهي سنة حميدة دأبت على القيام بها مندوبية صفاقس 2 ككل المندوبيات، لكن في مستوى الجهة وفي مستوى المندوبية نحن ندعم ونشجع جميع المبدعين على جميع الأصعدة، وبالأخص المبدعين في المجال الأدبي سواء شعرا أو قصة أو قصوصة، وهذا يعني أن لدينا من الشبان ومن الطاقات التي هي قادرة على الخلق والإبداع الأدبي. يعني أننا في زمن نعول الكثير على أبنائنا لصياغة منظومة جديدة في الأدب أو منظومة جديدة في الشعر أو في القصوصة. الحياة المدرسية مع التعليم، وإحنا إن شاء الله حتى في برنامج الإصلاح المرتقب في تونس تخص مع الثقافة، طبعا كل ما يهم الحياة الثقافية يصبح جزء من عملية التعليم والتعلم. طبعا لا قيمة للمدرسة من غير حياة مدرسية ومن غير نوادي، وهي فرصة لاكتشاف جاذب من المتعلم لا يمكن اكتشافه في القسم. وكم من يعني من مواهب تم وأدها بسبب كثرة المواد وبسبب ربما عدم وجود معناها نوادي تستقطب هؤلاء المبدعين. بعض هذه المساعي في ترميم علاقتنا بالكتاب شاهدناه في الملتقى الجهوي للإبداعات الأدبية بالوسط المدرسي الذي رتبت له المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2. قدمت قصوصة قصيرة بعنوان دمعة غزال، هي قصة واقعية كتبتها في إطار نادي الأقصوصة بجبنيانة. معناها ما نجمش نستغناو على الكتب الرقمية، إما معناها أنا شخصيا نفضل الكتب الورقية. أول حاجة إن نغرموا التلميذ بالقراءة، لأنه نلاحظوا إنه بتعد الجيل هذايا شوية على القراءة. احنا في تلمذنا اللي نلمسوا فيه شوية هكا لمسة حب للقراءة حب للإبداع نشجعوه ونحفزه ونأطروه وناخذوه في النوادي خاصة، فنجتمعوا به نعلموه كيفاش يقرأ، خاصة يلزم يقرأ بالباهي ويعرف ينتقي الألفاظ والعبارات المهمة ويوظفها في نصوص. الملتقى كرمت فيه ومن باب التشجيع والتحفيز إحدى الفائزات في مسابقة تحدي القراءة العربي. الملتقى شهد مشاركات متميزة ومتنوعة من المؤسسات التربوية التي تحرص على وجود نادي للأدب والمطالعة على غرار إعدادية جبنيانة. أرى أن شرف الإنسان يكمن في المحاولة، ذلك أن ليس بشيء العظيم ألا تحارب إلا لشيء مهم، بل أن تشن حربا هو جاء من أجل حطبة وتحقق ما تبتغاه. ما جعلني أصل إلى المرتبة الثانية هو إصراري على الوصول، وأنصح الجميع بأن يجعلوا الوصول إلى الهدف هدفا ثابتا. هذه الملتقيات هي الحقيقة الدعم قدرة التلميذ على الإبداع، باعتبار أنه التنافس والتسابق في حد ذاته يشجع التلميذ. طبعا هذا الإبداع لم يأتي من فراغ، ثم عوامل كثيرة أدت إليه. الحقيقة نحن ننعم بمكتبة محترمة في المعهد النموذجي نجيب عبد المولى ساقي تزيد، أثثها التلاميذ أنفسهم يشاركون في مسابقة تحدي القراءة ويقبلون على قراءة أكثر من 50 كتاب، وإذا في حد ذاته رهان. وأيضا صارت الإنترنت وسيلة للتواصل المباشر مع الكاتب مع المبدع.
الملتقى الجهوي للإبداعات الأدبية بالمدارس الإعدادية والثانوية بصفاقس 2 مكن من اختيار من سيمثل المندوبية في الملتقى الوطني. يبقى الهدف الرئيسي تربويا يتلمس من خلاله التلميذ نجاحا دراسيا ونجاحات على المدى الطويل. وسط استضافة لرموز ثقافية عربية وعالمية، أزل الستار في 12 من أكتوبر المنقضي على الدورة 9 من مسابقة أقرأ، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالمملكة العربية السعودية. وحينما رسمت أول مرة خطا على ورقة بيضاء، توسمت أن أجمع تلك الحروف وأن أحاول قراءتها قراءة سلسة، فازداد ذلك النهم حتى أصبح طبقي المفضل القراءة. وفي رأيي أن المميز في تجربة أقرأ أنها كسرت القالب النمطي لشخصية القارئ أو المثقف بشكل عام المنطوي على ذاته، فهي فتحت لنا أبواباً لكي نندمج مع مختلف الأشخاص والقراء على مستوى العالم العربي ونتعرف عليهم، وعلمتنا جمال الاختلاف. كانت في ساحات الأزهر الشريف، في كل ركن انزويت فيه تحدثني نفسي وأحدثها، في كل كتاب قرأته وعن كل عالم عرفته. أما عن عائلتي فهي شمس سمائي ودليل أيامي. لا زلت أتذكر تلك المجموعة القصصية التي أتى بها إلي والدي وقال لي: هذا مسلكك، هذا حلمك. أو نستعير كتابا من مكتبة خالتي المبهرة. أتذكرني أروي لأمي وأبي الحكاية وراء بيت شعري جميل، ينصتان بحب ويعلقان، ما تزال كلماتهما العذبة معينا يشرق عن ضوء يحرس روحي. شهد حفل الاختتام تتويج الفائزين، حيث نالت المغربية مريم بعود جائزة قارئ العام للعالم العربي عن طريق لجنة التحكيم، فيما توجت الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات فاطمة الكتاني من المغرب أيضا بجائزة القارئ الواعد، وتحصلت العراقية حراء الكرخي على جائزة نص العام، وتوجت صفية الغباري من السعودية بجائزة قارئ الجمهور، فيما حظيت نجلة غزاي السحيمي بجائزة سفراء القراءة. مرقلة سابعة صوت حنينها تعانق برقبتها العوجاء، عناقا طويلا تتجلى به حسرة فراقه ووجد لقائه عناقا. فاطمة، أنت كنت مبهرة وأبهرت الجميع من خلال أدائك وحديثك عن الكواكب والنجوم والكون. شكرا لك، هذا كان بدافع أنني أتمنى أن يصبح كل طفل عربي يحب القراءة خصيصا في مجال العلوم، لأن الكثير من الأطفال يعتقدون أن القراءة فقط في الجانب الأدبي ويعتقدون أن العلوم جدا مملة، فأنا من خلال نكتي المضحكة أحببت أن أطلعهم على الجانب الجميل من العلوم. أجدها تجربة مميزة ومختلفة عن كل التجارب التي خدتها مسبقا، يعني تعرفت من خلالها على أشخاص مختلفين في الأفكار في القراءات، يعني كانت تجربة مميزة جدا. وكانت مسابقة أقرأ
2024 التي جاءت تحت شعار القراءة جسر عبور، شارك فيها أكثر من 106,000 شخص من 7 دول عربية، وهي السعودية وسوريا والمغرب وتونس والجزائر ومصر والعراق. مسابقة أقرأ بدأت في عام 2013، هذه المسابقة بدأت في نطاق ضيق، كانت تقتصر فقط على المنطقة الشرقية، ثم اتسعت رقعتها لتشمل جميع مناطق المملكة، وفي عام 2022 تم اتساع رقعتها لتشمل جميع دول العالم العربي. طبعا في هذه المسابقة نحن نركز على القارئ النوعي، هناك الكثير من القراء لكننا نحاول أن نصطاد مثل ما يقولون القارئ النوعي الذي ينقد ويحلل ويفكر فيما يقرأه وينتج كذلك أطروحات فيما يتعلق بقراءاته. لذلك نجد أن الأثر يكبر عاما بعد عام، ومثل ما ذكرت يعني في هذا العام لدينا 7 دول عربية وصلت، ومنها كذلك دولة تونس. وقد تمكنت التونسية رغد جمل من بلوغ النهائي ضمن الخمس متسابقين النهائيين. المجتمعات المتخلفة أو الذكورية التي تعتبر دولة وتحقر من شأن النساء، أردت أن أثبت أنها لا تقمع النساء فقط بل تقمع الرجال أيضا، فأن يحرم الرجل. رحلة بدأت منه بابا اكتشفها المسابقة، اكتشفها في لي ريزو سوسيو، وقال لي عليها خاطر هو يحب ديما يشجعني في المسابقات الأدبية، نشجع معناتها نشارك فيهم الكل، وشاركت ومن الأول مش ما كنتش معاملة عليها جملة على خاطر شاركت عم ناول، وعلى خاطر ما عنديش باسبور ما ترشحتش، معناتها بلوتو ترشحت أما ما نجمتش نجي للمملكة العربية السعودية. السنة الحمد لله ربي عوضني، ومرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة، خاطر هما مراحل برشا لين وصلت لنا الحمد لله. رسالة إلى المجتمع أن رفقاً بالله رفقاً بالأطفال وبكل الأشخاص الذين من الممكن أن يعانون من أمراض نفسية بسبب مثل هذه الظواهر كظاهرة العنف. ثانياً الرسالة الثانية لهؤلاء المرضى النفسيين، يجب أن تقاوموا، من عنفك لا يعالجه، وحدك أنت من تعالج نفسك، يجب أن تخطو خطوة للأمام من أجل أن تعالج نفسك. أول مرة تصل فيها للنهائيات مشاركة تونسية، أنا كنت حاضرة في تصفيات الدورة السابقة، وكانوا ثم تونسيات فتيات في الدورات الأولى، لأن التصفيات تمر بمراحل، لم تترشح. أول مرة تترشح تونسية، وماهيش نمبورتوكي، رغد مازالت كي فازت في جائزة تنظيمها وزارة الثقافة التونسية، وبصراحة كان أدائها اليوم على المسرح خرافي، وأبهرت الجمهور قبل إبهار لجنة التحكيم، وإن شاء الله يا ربي احنا نسجدوا في اللقاء قبل النتائج النهائيه، ان شاء الله نفرحوا اليوم وان شاء الله نرفعوا علم تونس. من قبل الامينات المكتبه واساتذتي في المدرسه، مما دفعني للمشاركه في عده مسابقات ادبيه عربيه ووطنيه. علما أن لجنة تحكيم مسابقة أقرأ في يومها الأول تضم التونسي دكتور الفلسفة نور الدين أسافي إلى جانب عضوين من مصر والسعودية. المبادرة جميلة ورائعة، ونحتاجها في جميع الوطن العربي، لأن هذا الشعار أقرأ يعني هو الشعار تقريبا الذي نحتاج إليه إذا أردنا أن نتطور ونتغير يوما ما. أقرأ هو سبيلنا، وهذا الذي رحضته يعني في هذا المكان. وتهدف مسابقة أقرأ التي أقيمت على مدى يومين 11 و12 من أكتوبر بمدينة الظهران إلى نشر ثقافة القراءة وتقدير المعرفة في المجتمع العربي، وتعتبر فرصة فريدة لتطوير المهارات الثقافية والنقدية لدى المشاركين من خلال تقديم نصوص ختامية ومناظرات ضمن فعاليات الحفل الختامي. يذكر أن حفل الاختتام شهد مشاركة 2 من أبرز الفائزين بجائزة نوبل للأداب، وهما عبد الرزاق قرنح الحائز على الجائزة في عام 2021، وأولغا توكارتشوك الفائزة بجائزة نوبل لعام 2018. أعتقد أن السنة هذه نحن يعني مباركين بأنه 10 المرشحين للحوز على لقب قارئ العام هم من 7 دول عربية. هذا يعكس بشكل كبير جدا لأي درجة برنامج أقرأ صار له يعني صدى وحضور كبير جدا بين أوساط الشباب والشابات في العالم العربي. أيضا واحدة من الأشياء المميزة جدا في هذه الدورة
الدورة الضيوف الكرام اللي عندنا. عندنا اثنين من الحائزين على جائزة نوبل للآداب، عندنا كتاب من أرجاء العالم العربي من الكويت ومن الإمارات ومن المغرب الكريم ومن الجزائر، وعندنا أيضا حتى يعني كثير من نجومنا، خلينا نقول السعوديين، دكتور عبد الله الغذامي وهو يعتبر قامة ثقافية كبيرة جدا، أحلام استغانمي حاضرة، عندنا عبد الرزاق قرنا، عندنا أولغا أرتوكارتشوك، عندنا أيضا أستاذ محمد آيت حنا، كمان عندنا شعراء محمد عبد الباري موجود، أيضا أمسية شعرية ستكون الليلة. هذا كل الحضور يعني رائع جدا، لكن بصراحة شخصيا بالنسبة لي فوز أحد هؤلاء العشرة الشباب الذي عملت معهم عن قرب في ملتقى أقرأ الإثرائي سيكون هو بالنسبة لنا، خليني أقول، الثمر التي نطمح لها كل عام في ختام كل دورة. وسعيد جدا أنه واحدة من المشاركات معنا هذه السنة لأول مرة على المسابقة في عمر صغير جدا، فاطمة الكتاني من المغرب. كما شهدت الدورة فعاليات ثقافية وأدبية بما في ذلك لقاء مع الناقد السعودي عبد الله الغذامي وعرض شعري للشاعر محمد الباري، بالإضافة إلى معرض للكتب ومنصات لتوقيع الكتب. المبادرات المصاحبة مفتوحة لجميع الأعمار، منها معرض الكتبية، فكرته هو معرض لتبادل أو تدوير المعرفة. أنت عندك كتب قرأتيها، شوفي أنك ما تحتاجيها الآن، تجين تبادلينها مع قراء آخرين بهدف تدوير المعرفة. فنعتقد أنه يعني في كل مرة نقيم في هذا المعرض يطالبون القراء بإقامتهم مجددا، لأن فيه فائدة كبيرة، نجد فيه كتب نبحث عنها منذ زمن، نجدها عند قارئ آخر، نتناقش مع القراء حول الكتب، عناوين الكتب، محتوى الكتب، ففيها حراك كبير. كان وصلوا إلى نهاية حصتنا لليوم، إلى اللقاء.